ضيف فريد في رمضان على قناة ألفاس بريس هو كوميدي مسرحي وسينمائي هشام البهجة. مرحبا بك ألفاس بريس ورمضان كريم. بارك الله فيك خويا فريد، رمضان كريم، بصحة وسلامة لكل جميع أمة محمد. الله يكبر بك. قول لي دابا الطرائف كتختلف، شي طريفة وقعت لهشام البهجة في شهر رمضان وبقات راسخة في الأذهان ديالك؟ شي طريفة هما كاينين بزاف، ولكن واحد الطريفة اللي ما تنساش ليا صراحة، كانت واحد رمضان كنت جيت من الخدمة شوية عيان وجيت ما كانوش الدار، كانوا مسافرين، قلت غادي نتكى واحد السويعة ونوض نقاد الفطور ديالي ونفطر، واحد تكيت أخويا فريد ما فقتش مع العيا، ما فقت حتى الغد ليه مع ديك العشرة الصباح. صمت يومين يومين، كاين شهرين متتابعين نصيم يومين متتابعين. أجر هذيك ما تبغاش تنسى ليا صراحة، ولكن الحمد لله. منين نتي مع العشرة شنو درتي؟ واش نقول لك؟ ما لقيتش راه. لا إله إلا الله. ما فاطر ما مسحر، كيفاش غتنوض؟ نتي هو هذاك مقطوع من شجرة. والله الا مقطوع من شجرة ومن الماكلة بجوج من المؤونة. قول لي السي هشام الجديد الفني ديالك، دابا انا جيت عندك يعني لقيتك في دار الشباب، لقيتك يعني كتدرب على السبيكتاكل ديالك الجديد، ولكن على الصعيد التلفازة والسينما. وعلى صعيد التلفازة حاليا ما كاينش شي حاجة، حاليا كما قلت لك الجديد ديالي هو سبيكتاكل ديالي الجديد اللي هو ولد الكروة، اللي هو واحد سبيكتاكل اللي فيه بزاف الحوايج زوينة، فيه دي سيتياسيون اللي تنعيشهم في المجتمع ديالنا، في واحد ليستوار اللي ديال واحد السيد اللي هو ولد الكروة تيعود على الكروة ديال أو الحومة أو الدرب اللي كيفما تنعرفو، والجديد الاخر هو المجال المسرحي كما تعرف بانني تندير المسرح، وبزاف الناس يسحبوا بان البهجه يدير غير الكوميدي، بالعكس ان البهجه يدير حتى الدراما. هذه رساله لمولين التلفازه. وعندي حتى واحد العمل ان شاء الله في السينما اجنبي عفوا، دونك قريبا هادشي اللي كاين. كتخدم يعني في السينما مع الاجانب بزاف، شنو الفرق ما بين الخدمه مع المغاربه ومع الاجانب؟ والفرق ما بين الخدمه مع المغاربه ومع الاجانب، المغاربه الله يعمرها دار والاجانب الله يعمرها دار بزاف. هذيك بزاف هذي بزاف بزاف، زيد نغزه ماشي نغزه نغزاته بكل تهودي براندا. تحياتي سي بيجا، وشرفتيني على انفاس بريس ورمضان كريم والجمهور ديالك. شنو تبغي تقول لي؟ تنبغي نقول جمهور رمضان كريم بصحة وسلامة وطولة العمر والمغفرة والرحمة لجميع أمة المسلمين، وتنبغي نقول لكم مرحبا بكم إن شاء الله من وراء رمضان سبيكتاكل جديد ديالي ولد الكروة اللي فيه شبعات على الضحك، مرحبا بكم، والدعوة عامة للجميع الصغير والكبير. فريد وممثل وكوميدي وإنسان خالق، شكرا بزاف. الله يكبر بك، الله يكبر بك السي هشام، رمضان كريم، تحياتي.